متعة من البوابة، انطلاقة سعودي كراون، كيف وصل سعودي كراون، كيف سيطر على الشو سعودي كراون، وصل عند خط ال... تبارك يعني الحصان يا رجل، تبارك بشرف يا رجل. اليوم مرتين ثاني في جروب 2 وجروب 1 اليوم تظهر كاس السعودية، تبارك من شرف وتبارك اليوم وخلي الكاس موجود. خليني أتكلم عن الشوط مجرياته. السعوديين اليوم قبضوا على الشوط بمستوى فني كبير بالانطلاقة السريعة لسعودي كراون، مستوى رقي الكاس على مستوى الملاك وعلى مستوى المثابرة للفوز، وهذه نتائج المثابرة والاجتهاد والتخطيط الصحيح. اليوم يعني لا مواطن شخص قام قدم الغالي والنفيس ليظفر بالكاس، صدقني لو جيت أنا وفيصل وكذا ما وراهنا ما قدرنا إن نراهن على هذا الحصان. الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاه الفوز وهداه الفوز وقاده لي إنه يقود هالصفقة ويستلم هالكاس الغالي، والله يبارك له إن شاء الله. والفال في دبي، نعم. الفال في دبي بعون الله، والله يسلمنا من أشبة مرة ثانية هناك. فيصل، سيناريو الشوط جدا جدا ما غريب. كان في أي ما كان في الحسبان ولا كان في التوقع، هذا السيناريو المخيف والغير متوقع. اليوم شعورنا كله شعور شرف الحريري وشعور أبو محمد المدرب الكبير حمد آل رشيد، شعور الإنجاز بعد التعب، شعور الإنجاز بعد السعي، شعور الإنجاز بعد أن تضع أهداف لسنة. وفي رزنامتنا السباقية وفي رياضتنا في المملكة العربية السعودية، اليوم هذا التواجد وهذا التشريف أعطى لشعب المملكة العربية السعودية وزوارها ومتابعيها في الحقيقة الفخر والعزة والإنجاز.